قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، متابعينا الكرام، جيناكم في فيديو جديد وكالعادة كما عودناكم دايما نجيبو لكم الأخبار، آخر الأخبار تاع الجزائر. خوتي في هذا الخبر احنا نتحدثوا عن القضية المتداولة حاليا بكثرة، واللي هي قضية أنه الحكومة الجزائرية أو بالأخص العدالة قامت بإنهاء أحد مغني الملاهي، نعم أحد مغني الملاهي واللي هو الشاب بيلو. قبل ما تشوفوا الفيديو خوتي هذا ما تنساوش أتغاوب ليجام كالعادة ليجام، وأيضا أنشروا الفيديو مع كامل أصحابكم باش يعرفوا الحقائق وش كاين إكزاكتومو في هذه القضية. خوتي على حبينا نوضحوا هذه القضية لأنه كاين بزاف ناس على بالكم هذوك الخونة الخارج وواحد العباد هكذا راحهم يروجوا على أساس أنه الشاب بيلو قاموا بتوقيفه بسبب أنه سب تبون أو تحدث عن تبون وبوت فليقة وهذيك الحكاية، ولكن السبب الرئيسي في المتابعة القضائية تاع الشاب بيلو راح نوضحوها مليح في الفيديو هذا خوتي. القضية كامل بدات خوتي من يوم البارح كيما الشاب بيلو خرج له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي خصوصا الفيسبوك، انتشر هذا الفيديو بشكل كبير بزاف، حيث ان الشاب بيلو في هذا الفيديو ظهر باللي كان يتحدث عن رئيس تبون ويتحدث ايضا عن الرئيس السابق بوتفليقة، قال لهم ندمت كي تبعت تبون وحبيت يرجعوا يا مات بوتفليقة. وطبعا كانت هذه الحكاية كامل كانت في غنية، ولكن المشكلة الاساسي في القضية تاع الشاب بيلو خوتي انه تحدث عن تعاطي المخدرات، خلونا نبيعوا الزطول والمخدرات. يعني ما كفاكش تغني في الملاهي وزيد يدعو الشباب خوتي الى تعاطي المخدرات، هكم تسمعوا مليح اخوتي الكرام. فبعد انتشار اخبار واشاعات تقول بان الشاب بيلو تم توقيفه بسبب انه سب رئيس تبون، انا ما امنتش وقمت بالابحاث توعي لاجد السبب على قناة النهار، حيث نشر موقع قناة النهار مقال كتب فيه استدعاء الشاب بيلو للاستماع اليه في قضية في العدالة، حيث جاء في المقال تم اليوم الخميس استدعاء مغني راي المعروف بالشاب بيلو من قبل مصالح الأمن للاستماع إليه حول فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بحيث سبق للشاب بيلو أن أطلق أغنية تحرض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين. الفيديو الغنائي المتداول بشكل واسع عبر صفحات الفيسبوك تم الترويج له حسب بعض المصادر من إحدى حفلات الأعراس التي نشطها مغني راي والمداحات الشاب بيلو، التي كانت من بين الأغاني التي أداها أغنية راني مغبون. وحسب ذات المصادر فإن الشاب بيلو تم الاستماع إليه فقط ولم يتم إيداعه، عكس ما تم تداوله وترويج له عبر المواقع الإلكترونية. بعد هذا المقال إخوتي الكرام بحوالي 4 إلى 5 ساعات يخرج خبر آخر على قناة النهار أيضا، واللي تأكد بأنه رسميا تم إيداع الشاب بيلو الحبس المؤقت بعد توقيفه من قبل أمن سيق بولاية معسكر. الشاب بيلو تم استدعاؤه صباحا للاستماع عليه على خلفية فيديو متداول يحرض فيه على تعاطي المخدرات، هذا ما جاء خوتي في البوست أو المنشور تاع قناة النهار الجديد. طبعا نهاية خوتي هذا المدعو الشاب بيلو نهاية كانت جد سيئة، راح يخلصها في العدالة. نعم العدالة الجزائرية الآن أصبحت ما لا تبالي بشهرة الشخص أو مكانته، وإنما الآن ليغلط يخلص. فمثل هذه الأفعال خوتي اللي خلاتنا مازلنا متخلفين، اللي خلات الشباب الجزائري مازال يتبع التفاهات، مازال يتبع في المخدرات. هذا الإنسان اللي يدعو خوتي إلى أن الحكومة تسمح ببيع المخدرات وبيع الزطول، هذا يستاهل أنه يسجن، نعم يستاهل. وطبعا يا خوتي بعد هذه القضية بينصير شكون اللي يستغلوها دائما الخونة الخارج، وأيضا بعض الأطراف هنا في الجزائر اللي روجت على أساس أنه شاب بيلو بعدما سب تبون ودخلوها في حرية التعبير تم إيداعه الحبس. ولكن الحقيقة إخوتي أنه شاب بيلو قاموا بحبسه بسبة أنه قام بدعوة إلى تحريض لبيع المخدرات. أكم تسمعوا خوتي هذه الحقائق حول الشاب بيلو وقضية الشاب بيلو. عديد الصفحات الآن الفيسبوكية اللي دائما تنشر الإشاعات وفقط، ودائما
دائما هي صفحات كوبي كولي، يعني واش تلقى كخبر تقوم بعمل كوبي ثم تنقله ودير له كولي. هذا هذه خدمتهم خاوتي. هذه الإشاعات انتشرت صباحا وإنما تم إيداع الشاب الآن فقط، يعني باش تعرفوا حجم الإشاعات اللي راه تدور على مواقع التواصل الاجتماعي. والآن إخوتي الكرام راح نحكيه على رد الشعب الجزائري ورد إخوتي الكرام وش قالوا في التعليقات، حيث الآن راني نقرأ في التعليقات، نقرأ لكم تعليقات وجا فيها خاوتي. خاوتي واحد كومنتالهم قال لهم أفسدوا أجيال، نعم. واحد قال لهم يعيت بوتفليقة يسلكوا. واحد ثاني قال إن شاء الله قاع يدوهم، نعم. واحد إخوتي قال لهم انحطاط أخلاقي، من المفروض هذا الفوحة كامل يدوهم للحبس، أغانيهم كلها تفسد مراهقين وتدعو للفساد. واحد خاوتي قال لهم خلي روحي عراض ثم وعلى بالكم بلي الشاب بيلو معروف بالأغنية تاع العريضة وكذا. المهم واحد قال لهم خاوتي شوفوا له كاش زنزانة عريضة أكم تسمعوا خاوتي هذه الأخبار. يعني حقيقة أن الحبس احنا ما نتمناه لأي واحد، ولكن أمثال هؤلاء يا خاوتي اللي راهم يفسدوا في المجتمع، هذا الإنسان راه يفسد في المجتمع وفقط في بالكلام البذيء تاعو لينشروا خاوتي وليستهلكوه الشباب الجزائري، يستهلكوه الشباب الجزائري ويمشيوا على ما يقوله هذا الإنسان. يعني تأثير سلبي جدا على المجتمع الجزائري، نقولوا باللي راهو يستاهل هذا السجن ويستاهل وش صرالو. يعني يكون جا الإنسان هذا يوزن كلماته ويعرف وش راهو يقول وش راهو يهدر، كون ما صرالوش كيما هكذا. المهم خاوتي انتوما ما تنساوش لجام لجام لجام، كثرنا لجام، طلعوه الماكسيموم باش الناس كامل تعرف القصة من البداية إلى النهاية. ايضا خاوتي ما تنساوش لي كومونتير، تخليو لنا ارائكم في التعليقات، اسكو نتوما راكم مع سجن الشاب بيلو ام انتم ضد سجن الشاب بيلو؟ خليو لنا رايكم في التعليقات لان ارائكم تهمنا. ايضا اخوتي استناونا فيديوهات قادمه بربي ان شاء الله، راح نبقاو ننشروا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي الكرام متابعي قناتنا قناه ميديا ديزاين. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.